بس بقت سهله جدا. حته ده ماده غريبه، جلطه دم متجلطه حاجه غريبه، هواء حاجه غريبه، جزء من ورم حاجه، اي حاجه، اي حاجه غريبه في الدوره الدمويه الرئويه تعتبر جلطه رئه، والعيان بيجي بشكل جلطه رئه. نكتشف بعد كده ان لا دي ما كانتش جلطه، دي كانت كذا او كذا او كذا. واضح التعريف؟ يبقى ما هو تعريف جلطه الرئه؟ هو مش شرط انها تبقى جلطه خالص، جلطه في مفهوم المشاهد انه دم تجلط، لا. واحدة ست عندها ورم لا قدر الله في الرحم، في عنق الرحم، ساعات جزء من الورم ده يروح داخل وماشي مع الدم طالع في الرئة، يبدو كما يكون جلطة رئة بالظبط. بروستاتا نفس الكلام، قولون نفس الكلام، أورام، أو حادثة عربية. كلكم طبعا رحتوا للجزار واشتريتوا مواسير، في ناس غاوية يقول له بعد ما تديني لحمة اديني ماسورة، بتبقى شربتها دسمة ولا أنصح بيها طبيا، لا أنصح بيها. إنما لما تكسر العظمة جواها نخاع العظم، في ناس بتحبه جدا وتشفطه وتاكله، نخاع العظم ده عبارة عن ده. ساعات في حادثة عربية نخاع العظم ده يخش الدم ويطلع إلى الرئة، بقى جسم غريب، حتة دهنة في الرئة بتعمل شبه جلطة. إنما أكتر حاجة هي الجلطة فعلا، يعني أكتر من 95% من العيانين اللي بنيجي نشخصهم جلطة رئة 95% يطلعوا دم متجلط في مكان ما، هتكلم عليه واتحرك وراح الرئة، والخمسة المية بقى التشكيلة اللي أنا قلتها، حتة من ورم، حتة دهن، هوا. تقول لي الهوا إزاي؟ إزاي فعلا يعني؟ دي جميلة جدا برضو. في ناس تحب تقلد بدون علم، اخطر ناس في المجتمع، فتلاقيه لقى واحد بينزل يغطس في البحر الاحمر ومعاه نظاره وطالع سعيد جدا فيقلده، وهو نازل النيتروجين بيدوب في الدم. النيتروجين اللي ربنا خلقه، نخلي بالكم الهواء خمسه بس اكسجين، فالنيتروجين اللي في الرئه يدوب في الدم كويس. طب ما يدوب ما عملش حاجه. انما لو هذا الرجل بجهل راح طالع مره واحده، هو كان في عمق شديد جدا فطلع مره واحده، فالاكسجين يفك ويعمل فقاقيع تموته. اذا اي حد من اللي بيعوموا بيغطسوا وغويين عارف انه لما بيطلع بيطلع بالتدريج جدا جدا جدا، خوفا من هذه المشكلة، لان المشكلة دي مشكلة كبيرة، ان الدم ادوب فيه غاز بضغط معين، ما هو الضغط تحت اعلى بكتير جدا فيدوب النيتروجين في الدم. طب ما هو لما طلع الضغط راح يروح النيتروجين عامل فقاقيع، عشان كده بيطلع بالتدريج جدا جدا جدا. ده اسمه مرض كازوني، اول واحد وصفه اسمه كازوني، ده مرض معروف وكده. دخلنا في جلطة الرئة لأن جايز يعمل فقاعة في الشريان الرئوي يعمل مشكلة كبيرة، لكن معظم الحالات فعلا دم متجلط وتحرك وطلع فين؟ في الناحية اليمين، الأذين الأيمن، فالبطين الأيمن، فالشريان الرئوي، وعمل المشكلة. طب جاي منين؟ رجلي، رجل أو ردة الرجل فيها